مو هذا نفس المكتب اللي كنت فيه طفل صغير بين ايديك قاعد عم ببكي ودموعي على خدي وانا عم بترجاك واقول لك لا تبعدني عنك؟ الله يخليك لا تبعدني عنك. طلعت فيني نفس هي تطلي علم طلع فيني هلا وقلت لي لا تخاف هني كم يوم وبرجعك. الأيام صارت شهور وشهور صارت سنين وما رجعتني. ليش قتلتي؟ ليش قتلتي؟ مو حرام تقتلي ابني؟ ابني اللي صار لي سنين عم استناه، كان لازم تعطيه فرصة، تعطيني فرصة، تعطي لحالك فرصة. وجعتوه ولا قتلته بسرعة بدون ما يحس بالوجع؟ انت اللي حكمت علي بالموت. انت المرة الوحيدة بالكون اللي فيها تجيب لي ولد. شغلي مالك كيفك ابو سامي؟ بدي احكي معه، بدي احكي معه، بدي احكي معه. غصب عنك. شغلي مالك كيفك؟ بدك تعيش غصب عنك. غصب عنك. اسمع، جيت على لبنان وجبت لي كل إضامي على سكر. تأكد فيه تجيب لي إضامي على سكر كمان. فهمان؟ يا ويلك إذا بتموت، غصب عنك بدك تعيش. بدك تعيش وبدك ترجع على شامك وعلى بيتك. بدك تفوت على أرض ديارك. وبدك تقول وين راحوا العصافير؟ وين راحوا العصافير؟ وين راحوا العصافير؟ اطلعوا من حياتي، اطلعوا، اطلعوا والله العظيم تعبت ولك تعبت، اطلعوا، اطلعوا من برا، اطلعوا من برا، اطلعوا من برا. لك بابا حبيبي حط حالك محلها، البنت كانت ملبكة ومو عارفانة كيف تتصرف، هي كتر خيرها. خيرها؟ أنا ما بدي أتجوز. هيك هي قصة ما بديها، أنا أصلاً من الأصل قلت لك أنا ما بدي أتجوز. يا زلمة حبيبي أنا آسف، طلعت معي الكلمة بالغلط. بعرف بعرف بابا إنه طلعت معك بالغلط وبعرف إنك أنت ما بتقصد، بس أنت دائما هيك بتفكر فيني. بابا خلص، عمالك طلعت معي الكلمة بالغلط. أنت كل همك تلاقي مرة تقبل تتزوج ابنك الضرير الأعمى اللي معه شوية مصاري، أنا قلت لك 100 مرة ما بدي أتزوج. ما بدي أتزوج، أنا وقتها بدي أتزوج، بدي أتزوج بنت بحبها وبتحبني وقبلاني فيي كيف ما كنت تكون. بدي اتزوج مرة تقبل فيي، حبة اهله وسهلة، ما حبة ان شاء الله بتصطفي. وبعدين تريح حالك مني، ريح حالك من ابنك الضرير، من عائلتي ومن عائلتك، انا بعرف دبر اموري منيح.